وهنعمل كمان هوت دوج مشوي يجنن جدا. عندي هنا السوسيس هيكون مسلوق بقري، ممكن نجيب الفراخ اللي بيحبه. عندي الزبدة، الفاصوليا الخضراء، البيف بيكن، عيش بيتي بان، عيش صغير فينو، كاتشب مستردة، والرالش الخيار المخلل المسكر الصغير. والفاصوليا بتاعتي هتكون نص سلقة عشان لما اشوحها تبقى حلوة معايا. اول حاجة هعملها هجيب كده ايه شوية زبدة في الطاسة بتاعتي او الشواية كده، يلا بينا كده ياخد شوية حلوة. وكمان الفاصوليا بتاعتي برضو عايزة ايه تاخد شوية. حلوة. والبيف بيكن بصوا ناخده كده. يلا بينا. ونقلب بقى الايه الهوت دوج بتاعنا اهو على الشواية. بصوا بقى الجمال والحلاوة. كده يا سلام يا سلام. هحط رشة ملح وفلفل على كده الفاصوليا بتاعتي. هجيب بقى العيش كده وأبدأ ايه احضره. يلا هحط المستردة والكاتشب. كده وهجيب كده الخيار المسكر بتاعنا. شوفوا بقى جمال الساندويتش وسهولته. انا من الناس اللي بتحب قوي قوي الايه الكاتشب والمستردة مع السوسيس. في حد تاني يحب يحط معاه مايونيز برضو بيطلع جميل جدا جدا كده. الايه والبيف بيكن الجميل بتاعنا شوفوا شوفوا جماله وحلاوته. سندويتشات لذيذة جدا. عندنا عزومة، عندنا حد جاي، عندي ناس، وانا ايه مش عاملة حسابي مثلا اعمل حاجة جامدة. ده من الحاجات اللي بتطلع في الاخر جامدة جدا في الطعم، ناس بيحبوها جدا اهو. وحاجة زي استنوا زي الايه المحلات ما بتقدم وبتعمل اهو في سخن اهو مع الخيار المخلل. ده بيديله طعم تاني خالص، خيار المخلل المسكر. ممكن كمان اضيف الجبنه، الجبنه بتدي طعم حلو قوي. يا سلام يا سلام على ايه جمال
وحلاوة الايه الوصفات لما بتبقى حلوة وسريعة ولذيذة وسهلة، دي كلها بتكون حاجة جميلة جدا 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 لينا. اهو يلا نعمل مع بعض كمان. واحد، دي من الحاجات اللي تخلينا ناكل الايه الفاصوليا بتاعتنا وهي مشوية ومتشوحة. تعالوا نعمل كده، يلا بينا اهو. شوفوا بقى الجمال. عايزة بقى ايه اجيب الفاصوليا بتاعتي. بصوا بقى جمال التقديمة وحلاوتها.